السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معنا فيديو جديد، فلوق جديد من سيوات ليلى العميريه. الفلوق ديال اليوم من معاصر بني عمير بحد البراديه، ولاد عمار فقيب مصالح بني ملال، الطريقه الرئيسيه رقم 11. الفلوق ديال اليوم غنمسيو المعصره امينه الصاحقيه بولاد عمر بجانب مدرسه ولاد عمر. تحيه الناس ديال بني عمير، تحيه الناس ديال ولاد عمر، دوارنا تحيه ليهم داخل المغرب وخارج المغرب، تحيه للمغاربه بكل بقاع العالم وخوتنا العرب. شكرا للمتابعين ديالنا، شكرا للمتابعات ديالنا على خدمتكم علينا. ما تنساوش ديروا لايك ابوني وبارطاجي، وشكرا للدعم ديالكم. ما تنساوش صلوا على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، الله يشافينا ويشافيكم ويشافي كل مريض يا ربي امين، والله يرحم امواتنا وامواتكم جميعا. تحياتي لكم من ولاد عمر. اللايف ديال اليوم غتمشيو معنا لولاد عمر معصره امين الشاهيقي. غادي نديروا لكم الفلوق اليوم من فلوقات معاصر بني عمير، وذلك ما كنقدرش نبقى نمشي هكا وندير فلوقات في كل معاصر، يعني قبلوا علينا اللي بغى شي حاجه راه يتصل بيا ونجي نصور ليه. مرحبا والف مرحبا. غادي تشيروا معنا، غندير لكم فلوق من معصره امين الصهيقي، الطريق الرئيسي رقم 11، ولاد عمر حيت البراديه الفقيه بن صالح بني ملال. مرحبا بكم بني عمير. المهم المعصره هي هذه، المدرسه قدامها صراحه شحال تجنا من هاد الطريق. تحيه كاع للصديقات والعائله اللي قرينا في هاد المدرسه والاصدقاء، شكرا ليهم. كاين اللي بقينا كنتسامعوا معاهم، كاين اللي بقينا شفناهم، الله يجمعنا بهم ان شاء الله على خير. غادي تدخلوا معنا المعصره الصهيقي امينه، مرحبا بكم معنا في الفلوق، وتتبعوا معنا عصر وطحن الزيتون بمعصره امينه الصهيقي، وبارطاجيو وما تنساوش لايك ابوني بارطاج. شكرا لكم اخواتي اخواني، ما تنساوش دعواتكم معنا بالسيفاء. غادي نخليكم مع الفلوق ديال امينه الصهيقي او معصره امينه الصهيقي. ما شاء الله، اللهم بارك لجميع معاصر بني عمير وجميع المعاصر في المغرب، ما شاء الله اللهم بارك. بما ان المنطقه ديالنا معروفه بالزيتون او بزيت الزيتون او الذهب الاخضر كما قالوا عنها، الحمد لله والشكر لله. يعني الزيت الا ما شفتيش كيفاش، يعني ما حضرتي لي الطحين ديالو، ما كليتيش من بني عمير بلا ما تقول كليت الزيت. مرحبا بكم بجيوت بني عمير ومعاصر بني عمير ومعصره امينه الصهيقي. غادي نخليكم مع المعصره، وسمحوا لينا وقبلوا علينا، قبلوا على تصويرنا، وكنعتذر من اي واحد الا سديت ولا شي حاجه. المهم راه كنحاول نتفادى الناس اللي بغى يبان راه كيبان عندهم الزيتون، زيت الزيتون والزيتون وطرقات الزيتون وكل شيء. بسم الله توكلنا على الله. غادي نخليكم مع الفلوق ديال معصره امينه الصهيقي في امان الله ورعايته، وشكرا لكم اخواتي اخواني، حفظكم الله وحفظنا من شر الامراض وشر الطريق وشر البشر، في امان الله ورعايته، حفظكم الله.